بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة توجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الصبلات الخالدية توج الفارس راشد الرويعي بطلا لكاس سموه للقدرة لمسافة 120 كيلومتر والذي يقيم في قرية القدرة بمشاركة كبيرة من الفرسان كما توج سموه الفارس عماد عيسى من مدرسة المحرق للفروسية بطلا لسباقات للصبلات الخاصة وشهدت البطولة متابعة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره لاهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ورعايته السباق مشيرا سموه إلى أن هذا النجاح الذي حققته البطولة سيكون دافعا للاتحاد والفرسان بتقديم الأفضل في السباقات القادمة واشاد سموه بنجاح بطوله سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه للقدره مؤكدا ان نجاح السباق جاء بفضل المشاركه الكبيره والنتائج الجيده التي تحققت من قبل الفرسان المشاركين في السباق بعد الاداء الفني الكبير الذي قدمه الفرسان من الأصبلات المشاركه اضافه الى الجهود التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسيه وسباقات القدره برئاسه سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفه واللجان العامله مشيرا سموه إلى أن السباق كان سمته البارزة السرعات العالية التي شهدها في المراحل الأربعة وهنأ اسم الشيخ ناصر بن حمد الفرسان الفائزين بالسباق وعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة مؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة التي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة واكد سموه ان سباق خالد بن حمد للقدره شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركه القويه والكبيره من قبل فرسان البحرين الذين حرصوا على التواجد والمشاركه في هذه السباقات وهو ما سيكون دافعا كبيرا لبطوله جلاله الملك المفدى القادمه التي من المؤكد ان تحظى بمشاركه واسعه ومنافسه قويه وأشاد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها الفرسان وأكد على تميزهم وفوزهم بالمراكز الأولى التي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق التي جاءت مثيرة ومتميزة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تفاؤله بمستقبل زاهر للقدرة في السباقات المقبلة على المستوى المحلي في المملكة، بعد النتائج المتميزة التي شهدتها بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد عطفاً على بروز العديد من المواهب الرياضية القادرة على مواصلة مسيرة رياضة القدرة في المملكة. من جانبه عرب اسمه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره للمتابعة والدعم المستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لرياضة القدرة مشيدا سموه بنجاح البطولة من الناحيتين التنظيمية والفنية والمستوى المتميز الذي قدمه الفرسان طوال البطولة وشار اسم الشيخ خالد بن حمد إلى أن البطولة حققت العديد من المكاسب المتميزة وشهدت منافسة قوية ومثيرة بين كافة الفرسان المشاركين في المراحل الأربعة التي شهدها السباق مشيدا سموه بالجهود التي قامت بها كافه اللجان في التحضير والاعداد لسباق خالد بن حمد والسباقات المقبله والتي ستساهم بكل تاكيد في انجاح جميع الفعاليات التي تقام في قريه القدره الدوليه. واوضح سموه ان السباق جاء قويا من كافه النواحي واكد النوايا البطوليه للفرسان والذين قدموا المستويات الباهره في السباق وتمكنوا من مواصله المسيره في السباقات الاخرى مشيرا سموه الى ان السباق المقبل سيكون اكثر قوه واثاره عطفا على المستويات التي قدمها الفرسان في السباقات الماضيه وقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات إلى الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى والفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الأهالي متمنيا سموه كل التوفيق لكافة الفرسان في السباقات القادمة